اتفضل 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 لازم اتفضل اتفضل يا محمود بيه. انا صحيت من النوم. اطلعوا بره. انا صحيت من النوم ازمت حتى ومسكت موبايلي. وقبل ما ادخل على الفيسبوك وقبل حتى ما اشوف اخر الاشعارات. هي ايه الاشعارات دي يا محمود بيه؟ اسمع نوتيفيكيشنز يا محمود. ايوه نسيب بقى المشكله ونقعد نتكلم في اشعارات ولا نوتيفيكيشن. نوتيفيكيشن اشعارات. نوتيفيكيشن اشعارات. بيرمين نو مستحيل اللي انت بتعمليه ده. بيبي الضغط هتروحي فين اكتر من كده؟ بصي يا حبيبتي انا جوزي كان حمار والله ما كانش ليه في الفيسبوك. دلوقتي الله اكبر ما شاء الله. ينام يتشير، يقوم يتشير، يعدي من قدامي يتشير. يخرب بيته هريني عقبال جوزك يا قلبي. لا انا جوزي بيشير على نفسه على طول. سمعتك يا هانم محترم نفسك. عيب عيب. في ناس لمامه وفي ناس ايه يا بيبي ايه؟ كتير كده. انا متضايق متضايق. ما دام متضايق خلاص. اوكي بيبي. المهم يا ريس، دخلت على الفيسبوك بتاعي وكتبت بوست بقول فيه صباح الخير يا جماعة. مسكت الموبايل سامسونج عشان نخلص. شربت قهوتي وخلصت حمامي. عدى يا أستاذ مدحت نص ساعة أرجع الاقي لك البوست جايب 120 لايك. يا ابن المحظوظه. كنت فاكر ان انا ابن محظوظه. تخيل بقى يا استاذ مدحت لما بوست بتاعي 120 لايك وسبت كل الهانم مراتي مش فيهم. لا ايوه تخيل يا ريس. تخيل لما الغريب يعمل لي واللي مني مزعل. انا بتكلم معاك. انا بتكلم معاك. انا متضايق. الله متضايق. يا استاذ محمود نو نو. يمكن ظالم البنت. مش يمكن قافله النت. لا يا استاذه وانا عارفه. العبط ده العبط ده. صحابه بيقولوا لي اهبل. يعني انا مش غبي. واضح. بصي بقى هي كانت فاتحه الصفحه بتاعتي. اوكي. فانا دخلت. لا 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 في ايه؟ انا متضايق كتير والله. هي كانت اكل. لا انت اكتف. هي مش مركزه. انا فهمت. اتفضل. انا فهمت. نفترض انها مش اكتف. وارد. عشان ربنا. طبعا. صح صح. انت عامل لها منشن. عملته فين التوكيل؟ ايه اللي عملت فينشن فيه؟ عملت لفت نظر ليه. اه يعني هي كانت واخده جزء الاول. واخده جزء ايه؟ مش فاهمها. عملت لها لفت نظر زياده توكيل انها شافت البوست بتاعي. ايوه بالظبط كده. وحطيت في المنشن ايه يا استاذ مدحت؟ ست قلوب وصوره الكلب اللي هي ابن حضرتك شبه حماده الصغير. ودن ودن. ايوه, أيوة. بالظبط. عدى بقى دقيقه مفيش. دقيقتين ثلاث دقايق اشوفك قبل ما انا هتخاف عليك. متضايق والله العظيم. انا كده مهزع اللي واقف اسمع. متضايق والله. معلش اعذرني اعذرني. ما دام متضايق خلاص. اتفضل اتفضل. تمام يا ريس. ارجع بعد نص ساعة الاقي ست الكل عاملة لي كومنت وحاطة لي فيه ايه تخيل؟ ايه؟ صورة رقاصة زي دي؟ ها؟ نرمين ابتسام سيبيني يا لما بتعصب برقص. اوكي. اتفضل يا بيه اتفضل يا بيه. لما الناس تشوف صورة رقاصة محطوطة لي يقولوا عليا ايه؟ جوز الهبلة طبعا. اتفضل.